أحل مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022 إلى لجنة العمل مع إعطائه صفة الاستعجال. وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوسف الشمالي قال إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون لن تؤثر في أموال المؤسسة. وأضاف الشمالي أثناء جلسة مجلس النواب أن المزايا الإضافية التي تم منحها في المشروع هي نوع من الحماية الاجتماعية للأخوات والبنات، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق مزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى. الذين هم الأصل في رأيي وفي ظني هذا تقدم تشريعي يسجل للحكومة أن جاءت بهذا. التعديلات المقترحة على هذا القانون لن تؤثر على أموال الضمان. سعادة النائب المحترم علي، إحنا أعطينا فرصة بتخفيض الاشتراكات على عدد من البنود بحيث تنخفض بمقدار 5 درجات لغاية سن 30 فقط، وأعطينا تخفيضات بقيمة 75% من صاحب العمل و50% أيضا وله الحق في الخيار بذلك، حتى نشجع أصحاب العمل على تعيين أردنيين في منشآت القطاع الخاص. من استوديو العقبة تنضم إلينا رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية تمام الرياضي. أهلا وسهلا بك أستاذة تمام. لنتحدث بداية عن أبرز التعديلات المناطة بمشروع هذا القانون ورؤيتكم لهذه التعديلات في طروحاتها. مساء الخير، يعطيكم العافية. يعني أعتقد أنه هناك تعديلات مهمة على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتي تمس كثير من القطاعات، وبالنسبة وبالذات السماح للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالتقاعد قبل إكمال سن 45 بشريطة أن تكون سنوات الخدمة لكل مشترك 20 سنة. أيضا كان هناك إضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم، وذلك لترجمة للإرادة الملكية الصادرة في شهر حزيران من عام 2020. أعتقد أنه أغلب الأسباب الموجبة لقانون الضمان الاجتماعي مهمة جدا، ونحن كلجنة عمل وتنمية اجتماعية في مجلس النواب سنفتح حوار موسع لمناقشة هذا القانون مع كافة الجهات المعنية، سواء الاتحادات العمالية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، بحيث نصل إلى توافق من الجميع على هذا القانون. نعم، هل من أمور قد تعتبر مخاوف معينة ستتم مناقشتها في عملية التعديل، خاصة حوارات متعلقة بالأعمار المطروحة لجانب الطروحات التي تفضلت بالإشارة إليها؟ يعني بعتقد أنه من بعض الأمور المهمة والأمور الإيجابية أو الأسباب الموجبة يتحدثون عن مزيد من الحوكمة لمؤسسة الضمان الاجتماعي من حيث انتخاب رئيس مجلس الإدارة، ولا سيما أنه إحنا الآن بصدد، الكل يعلم أنه وزارة العمل يعني يتم الحديث على ضمها لوزارة الصناعة والتجارة، فنحن يعني نفتح المجال بحيث أنه ندعو دائما إلى أنه مؤسسة الضمان هي مؤسسة وطنية ويجب أنها تكون هي هيئة مستقلة ولا ترتبط بأي وزارة كانت. من الأمور المهمة أيضا يعني المساهمة وتشجيع القطاع الخاص على مزيد من توفير فرص العمل والقضاء على جزء من البطالة، من حيث أنه يعني يخففوا عليهم من تخفيض اشتراكات الضمان. أعتقد أنه هناك كثير من المواد والأسباب الموجبة التي جاءت بالقانون، ولكن بالمحصلة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس النواب هو مجلس سيد نفسه، وإذا ارتأى أن هناك يعني نحتاج إلى مزيد من الإضافات على بنود المواد اللي جاءتنا من الحكومة فلن يعني لن يكون هناك ما يمنع هذا الأمر. نعم، هناك بعض الحيثيات التي تطرح كأسئلة وتنتظر الإجابة خلال هذه النقاشات المقبلة. من بعض هذه الأمور نذكر مثالا موضوع تخفيض نسب الدفع على الشركات لمن تحت 30 عاما، وهنا تكون بعض المخاوف فيما يتعلق بالتوجه إلى صغار السن.
يعني احنا هاي الامور كلها سنطرحها على طاوله الحوار، واكيد احنا راح نخرج بتوافق وارضاء حتى للمنشات المتوسطه والمنشات الصغيره، لانه سيدتي احنا بالمحصله نسعى الى حمايه العامل وحمايه صاحب العمل ايضا بكل الظروف. شكرا جزيلا لك رئيسه لجنه العمل والتنميه الاجتماعيه النيابيه تمام الرياضي.